السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأخواني المتابعين، معكم الدكتور ياسر حميد استشاري الأمراض النفسية في فيديو قصير نتحدث به عن موضوع إلى علاقة بالصحة النفسية. للتواصل مع متابعين موقع وصفحة مستشارك النفسي، هذه الخدمة الجيدة والممتازة والفريدة من نوعها في العراق اللي تقدم خدمة الاتصال بالطبيب النفسي لجميع الناس في داخل العراق وأيضا في خارجه، حتى يحصلون على استشارة عن طريق الإنترنت للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. موضوعنا لهذا اليوم في هذا الفيديو القصير هو موضوع أيضا له أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، وهذا موضوع هو الاحتراق النفسي أو ما يسمى باللغة الإنجليزية بالبرن أوت سيندروم. فما هي متلازمة الاحتراق النفسي ولماذا يجب أن يعني نعرف أكثر عنها؟ الاحتراق النفسي هو حقيقة مصطلح ظهر في الستينات من القرن الماضي، واستخدم طبيب نفسي يسمى باسمه هارولد برادلي. هذا الطبيب شاف أنه هنالك بعض الأشخاص اللي يكونون تحت ضغط نفسي شديد جدا، ممكن أنه يؤدي بهم إلى الانهيار ويؤدي بهم إلى أنه يصير عندهم مشاكل نفسية ومشاكل جسدية متعددة بسبب الضغوط اللي هم يمرون بها. فمثل ما تفكر به الاحتراق النفسي هو مثل الحرائق اللي تصيب المباني، ممكن هذا الاحتراق يكون احتراق داخلي في أحد الغرف أو أحد المكاتب في هذا المبنى، فأنت من الداخل هذا المبنى ده يحترق وده تتمزق وده تتدمر محتوياته، لكن يمكن من الخارج هو المبنى كما هو، ما حد ما يدري به أنه هنالك هذا الحريق الخطير في داخل هذا المبنى. فهو الاحتراق النفسي بالضبط بنفس هذا الشيء يحدث للإنسان. الإنسان قد يمر بضغوط شديدة جدا عليه، وقد يظهر للآخرين على أنه هو إنسان طبيعي يمارس حياته بصورة طبيعية، لكن من الداخل هو يحترق ويمر بأزمات نفسية ويمر بمشاكل تتأثر على جسده وعلى عقله بصورة شديدة جدا، قد تمنعه مع تقدم الوقت إذا ما حصل على مساعدة وعلاج، قد تمنعه من ممارسة دراسته أو عمله وتأثر على علاقاته بالآخرين. طيب ما هي أعراض هذا الاحتراق النفسي؟ أعراض هذا الاحتراق النفسي أعراض جدا واسعة وكثيرة، تشمل أعراض نفسية مثل الشعور بتقلبات بالمزاج، الشعور بالغضب، الشعور مثل ما يقولون يعني يستثارون بصورة سهلة، يعني يصيرون عصبيين على أقل شيء مثل ما إحنا نقول، بكاء ويعني قلة الثقة بالنفس وعدم القدرة على مواجهة المشاكل في حياتهم اليومية، يعني يوصلون إلى مرحلة بحيث هم ما يقدرون يعني يواجهون أي مشكلة أو أي مسألة في حياتهم اليومية. هذه هي بعض العلامات النفسية لهذا الاضطراب. العلامات الجسدية هي علامات كثيرة، وقد تكون اضطرابات بالشهية، يا أما الشهية تزداد عندهم كثيرا أو تقل كثيرا، اضطرابات بالنوم، قد ما يستطيعون ينامون أو قد ينامون فترات طويلة ويصبحون من الصعب عليهم أنه يروحون للدوام مثلا صباحا، آلام متعددة في الجسم، آلام في الرأس، صداع، آلام في الرقبة، آلام في الظهر، آلام في المعدة إلى آخره. فهذه كلها قد تكون علامات يعني متعلقة بهذا الاحتراق النفسي والضغط اللي يمرون به. طيب احنا عندنا فئات معينة هي معرضة أكثر شيء للإصابة بهذا المتلازمة أو هذا الاضطراب، اضطراب الاحتراق النفسي. هم الناس مثلا اللي يشتغلون شغل كثير أو شغل متعلق ب يعني أشياء جدا صعبة، مثلا أطباء، مثلا
المعالجين النفسيين، مثلا اللي عاملين في قطاع الشرطة والإطفاء وإلى آخره. هاي القطاعات اللي بيها شغل كثير، شفتات طويلة، نوبات عمل طويلة، وبيها تماس يعني قريب مع معاناة الآخرين ومشاكلهم. لكن أيضا في مجتمعاتنا العربية فئة معرضة للخطر لهذا الاضطراب هم فئة ربات البيوت. للأسف إحنا أحيانا يعني ما عندنا بحوث كثيرة حتى نشوف نسبة الأمراض النفسية والضغط النفسي على هاي الفئة في المجتمع. ربات البيوت يقومون بعمل جدا كبير في رعاية الزوج، رعاية الأطفال، رعاية البيت، وكل ما يتعلق بهذه الأمور المهمة. ولكن في نفس الوقت هم ما يحصلون على راتب على مود يقومون بهاي الأشياء، ويمكن أحيانا حتى يعني علاقة الزوج مع الزوجة تكون علاقة سيئة، فبالتالي ليس هنالك أي تحفيز للمرأة في القيام للقيام بكل هذه الأشياء، وبالتالي تتعرض المرأة إلى الاحتراق النفسي وتتعرض إلى الكثير من المشاكل النفسية والمشاكل الجسدية بسبب هذا الضغط. طيب شلون نساعد الإنسان اللي نعتقد أنه هو يمر بهذه بهذا الاضطراب؟ أولا من الضروري جدا، دائما احنا نقول في طب النفس من الضروري جدا أنه تتأكد من أنه ماكو شيء عضوي، ماكو مرض عضوي دا يسبب هذه الأعراض. فيعني ممكن أنه المريض يحصل على يعني فحوصات دم عامة، ممكن أنه يفحصه طبيب باطنية أو طبيب مفاصل للتأكد من أنه ماكو شيء عضوي دا يأثر عليه. ومن بعد أنه نتأكد ماكو أي شيء عضوي، إذن يأتي هنا دور الطبيب النفسي في تقييم الحالة، السماع للمريض، السماع للمشاكل مالته، يستمع إلى الضغوطات اللي تمر به، ما هي الأشياء اللي ممكن أنه نغيرها بحياة هذا الإنسان حتى يقل عليه الضغط والتوتر اللي هو دي يسبب له هاي الأعراض. طبعا الأدوية ممكن أنه تكون مساعدة بس إلها دور محدد، لأنه مثل ما قلت إذا أنت ما راح تعالج السبب الرئيسي لهذا الاحتراق النفسي ما راح تقدر تعالج هذا الشخص. لكن استخدام بعض الأدوية المضادة للاكتئاب أو المضادة للقلق قد يكون جدا جيد، ويساعد المريض مثلا في تحسين نومه، تحسين أو تقليل الآلام مالته أيضا، وتقليل نسبة القلق والغضب وإلى آخره. طبعا إذا مثل ما قلت إذا لم يستطع هذا الشخص الحصول على المساعدة واستمر في هذه الحلقة المفرغة من الاحتراق النفسي والآلام النفسية والجسدية، ممكن أنه تدفع إلى الانتحار أو يعني التوقف عن العمل أو خسارة عمله أو خسارة علاقاته الاجتماعية بسبب هذا الشيء. فلذلك من المهم جدا أنه نحرص دائما على أنه نعتني بأنفسنا ونعتني بالآخرين من حولنا، ونحرص على أنه هم يحصلون على قسط من الراحة وما يكونون دائما تحت هذا الضغط المستمر في حياتهم اليومية. أتمنى أنه يكون هذا الفيديو قد قدم لكم معلومة جديدة، وأدعوكم أنه تقرون أكثر عن موضوع الاحتراق النفسي وشون نعالجه وشون نقي أنفسنا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى إن شاء الله نلتقيكم في فيديوهات قريبة قادمة عن طريق موقع مستشارك النفسي وصفحتهم على الفيسبوك. مع السلامة.